مين عاجبك طبعا في المديرين طبعا. الفنيين الموجودين دلوقتي يا كابتن مثلا في مصر؟ ان كان مثلا جوه يعني كان مثلا مصري او بره او جنسيه مش انا بص مصريه. يا طبعا ايه، في الكابتن خالد جلال طبعا البنك الاهلي دوت، خالد مدير فني مميز، وان شاء الله خالد يبقى ليه دور ان شاء الله مهم السنين الجايه في نادي الزمالك، ومعاه امير عبد العزيز. خلي بالك امير، كابتن امير عبد العزيز هو المدرب العام، عامل المدربين الكويسين قوي اللي هو برضو هو خالد دو، عاملين دويتو كويس يعني، امير في وامير النواحي دماغه كويسه في او امير الكوره. دماغه كويسه والنواحي البدنيه كويسه. صحيح. انا مثلا بيعجبني احمد سامي سيراميكا كليوباترا، بيعجبني المدربين الكويسين. في طبعا كتير بس دول يعني اللي شدني من السنه اللي فاتت لغايه السنه دي. هنشوف الدوري لسه، هنشوف، ما انا مش هقدر اقيم. طب اللي بره يعني مثلا انا مدرب المحله مش عارف بابا مدرب فاسيلي المحله ولا كويس، بابا باسيلي، بابا باسيلي بتاع لا بتاع المحله. محله، فرقه كويسه. صح. لا فرقه كويسه جدا. وزوران بتاع الاتحاد مدرب كويس قوي. وزرام بس برضك مش هتقيمهم يا احمد غير بعد 7 8 ماتشات، تقييمي للمدير الفني كده وتقييمي للعيب كده اللي بيلعب لسه يعني بيأدي لسه. لكن في لعيب ايه زي ما نقول بينور من الاول، فبتقول ايه ده زي هيبقى مصطفى شلبي كده خد عينينا على طول. اي انت كده معايا على الخط زي مصطفى شلبي كده. لا السيسي، عمرو السيسي، لا خلي اتوقع دونجا نفس الكلام. دونجا ما يلعب، ما انا برضه دونجا لعيب كويس بس في بيراميدز، انا عايز اشوفه في نادي الزمالك هو لعيب كويس ان شاء الله ينور يبقى اضافه لخط وسط الملعب. لكن زي ما انت قلت شلبي وعمرو السيسي من البدايه اللعيب ايه، العين يا احمد بتحب تشوف اللعيب الكويس، صحيح. بتروح له بتدور عليه. انا كده اللعيبه في لعيبه اقوياء وبتاع دي بتدافع دي بتعمل ده دورهم، لكن دايما اللعيب المهاري الموهوب يشدك انت بتدور عليه، عايز الكره تروح له لانه عارف هيعمل الفارق زي كان حازم امام ايه زمان. النواقص اللي عند الزمالك برؤيتك المبدئية؟ انا محتاج مهاجم في شهر يناير مع الجزيري، وبعد اصابه الونش اعتقد ان انا في حاجه مدافع سيرد باك ظهير يعني كده انت ثابت، محتاج ايه، لمساك او سيرد باك سيرد باك مدافع وفيرود ومهاجم رقم 9؟ رقم 9. لكن انت عندك الفرقه بسم الله ما شاء الله كامله وعندك البدائل كويسه، لكن حته الجزيري لوحده، سامسون برضك مهاجم بس برضك كمان واحد ثالث موجود، نوفاي بيلعب على الاطراف اكتر ممكن ناحيه يمين يمين ناحيه شمال. لكن اصابه الونش تقلقني برضك، لان الونش هو يعني احد الاعمده الاساسيه والرئيسيه في خط دفاع نادي الزمالك ومنتخب هو مصر افضل مدافع وافضل مدافع انا افريقي داخل بعتبره. القاره طبعا طبعا. الونش ولعيب راجل يعني، فاعتقد ممكن في فتره يناير لو طبعا على حسب مستر بيريرا هو اللي هيقول، لكن انا بكلمك كتصوري كحماده عبد اللطيف، لا عايز مدافع وعايز مهاجم. ايمن طاهر ازاي يتعامل مع اتنين متالقين، اتنين كبار، اتنين جامدين جدا في التدريب، اتنين لو لعبوا اي ماتش يبقوا رقم واحد في مصر، محمد صبحي ومحمد عواد؟ بص هو لازم ايه، هو دايما في كره القدم يا احمد الافضل هو اللي بيلعب، ممكن في وقت من الاوقات عواد يكون افضل يعني بدنيا وفنيا وتكتيكيا هيلعب، وفي وقت تاني ممكن صبحي افضل بدنيا وفنيا وتكتيكيا هيلعب. لكن هي طبعا هي المعامله لازم التدريب يكون واحد، وايمن اكيد بيعمل كده، مفيش تفرقه بين اساسي وبديل، لا الاثنين حراس مرمى كبار. لكن هو ايمن اللي هيشوفه رؤيته ايه، مين فورمته احسن، صبحي هيلعب، صبحي حارس مرمى كبير وعواد حارس مرمى كبير، وصبحي حارس المستقبل وعواد السنه اللي فاتت عمل شغل مع نادي الزمالك عالي جدا وكان كان متالق. احسن حارس في مصر. فدي طبعا ايه مصلحه بتبقى للمدير الفني اللي هو ايمن طاهر، ان الاثنين يعني حتى لو واحد بلاش مستواه مش كويس مثلا، لو ده خد 3 انذارات اتصاب عندك بديل كويس، فانا مش قلقان لان صبحي كويس وعواد كويس، اثنين كويسين فمفيش قلق يعني. استغربت شويه ان فيريرا في غياب فتوح واصابته ما دفعش بعبد الله جمعه اللي بعد كده راح منتخب مصر. بص هو الراجل طلع ودوت يعني بيعجبني في مستر فيريرا صراحته، قال لك عبد الله جمعه لان ساعتها في الماتش لعب عمر جاب الباك شمال، نعم قال لك عبد الله جمعه بقى له فتره ما كانش بيتمرن معانا، اتمرنش غير اسبوع او 4 ايام، هو كان حاطه في هو القائمه كان بس مصاب؟ وكان مصاب اعتقد، فهو كان بيجهزه فكان خايف يظلمه، فهو شاف خايف ان يحرقه ماتش فشاف زمان. ان مثلا لا عمر جابر ممكن في المكان ده يأدي فيه. عمر اجهز. وعمر لعيبه في بيراميدز يعني لعب باك شمال وباك يمين، وبرضك انا يعني نفسي اقول لبعض الناس يا احمد عمر جابر لعيب كويس قوي، في ناس عامله هجوم عليه كتير جدا، وعمر جابر مش هو عمر جابر، لا عمر جابر لعيب كويس وجوكر وبيلعب ناحيه اليمين وبيلعب ناحيه الشمال وبيلعب في نص الملعب، ومن سنه اعتقد 2018 لغايه دلوقتي اي مدير فني بيجي منتخب مصر عمر جابر بيكون موجود، اتمنى يبقى في دعم شويه لعمر جابر لان عمر جابر لعيب مميز جدا هنستفاد منه لانه لعيب جوكر، فاتمنى الناس تهدى عليه برضه ويهدوا على زكريا الوردي. ويهدوا على زكريا الوردي، لان زكريا الوردي وانا طلعت اتكلمت وقلت هو لعيب كويس كورته حلوه، هو لسه ما انسجمش لسه ما تاقلمش مع الفرقه،
تحس الولد لسه مخضوض شويه، لكن كورته حلوه. بس مشكلته برضك لازم مستر فيريرا يتكلم معاه دايما في حته الاندفاعات بتاعته شويه، لانه بياخد انذارات كتيره التكالن يعني والزحلقه والحاجات دي وبتاع، توقف كمان في اماكن يعني ايه ما فيهاش خطوره على علينا كمنافس. يعني خد مره انذار اعتقد ماتش الاهلي في السوبر، كان الكره ناحيه اليمين عند الكورنر، راح واخد انذار كره ما فيهاش حاجه، انت لو حضنت خلاص. لكن كلاعب كره هو لعيب كره كويس، بس هيجي. ما احنا ساسي اول ما جالنا ما كانش ساسي، بن شرقي ما كانش بن شرقي. فبرضه كان بقول لبعض الناس ما تضغطوش اللعيبه، احنا لسه في اول موسم، فيا ريت نهدى شويه. التوقف في مصلحه الزمالك؟ في مصلحه كل الانديه توقف، لكن مصلحه الزمالك، الزمالك عنده اصابات، الزمالك عنده لعيبه لازم هتخش فورمه، الزمالك عنده لعيبه لازم محتاجه دعم المدير الفني، لعيبه ناشئين يعني لازم يتعامل مع يوسف اسامه نبيه يديله وقت اكتر، لازم يدي سيف فاروق جعفر وقت اكتر، لازم سيد نمر ياخد وقت اكتر عشان يبقى عندك سكواد كويس. الدوري طويل، انت لعبت 3 ماتشات فاضل اعتقد 31 ماتش في الدوري لسه، وعندك افريقيا، فهتحتاج كل اللعيبه دي. فاللعيبه دي لازم تكون جاهزه بدنيا وفنيا ونفسيا،